استاذ الدكتور الله يخليك. يا دكتور انا كان من عندي 58 سنه جالي رشح في عيني الشمال، وكنت بحس بالخطوط المستقيمه فيها وجات شويه كده. بعد كده خدت حقن، يعني كذا نوع حقن كده خدتهم، والنسبه مش عايزه تتذكر. انا حاليا عندي 60 سنه، فما اعرفش ايه اسباب الرشح ده، وانا ما عنديش سكر. خلاص ماشي، يعني النسبة وصلت عند 400 مايكرون دلوقتي، هل ينفع ياخد مايكرو باتس ليزر ولا لا؟ حضرتك عملت اشعاعات قبل كده سابقة او مقطعية؟ لا بعمل مقطعية كل شهر. ما عادش سابقة خالص؟ لا سابقة لا. طيب انا بشكرك يا استاذ ميلاد. طيب بص يا فندم، طبعا ما عندوش سكر، ما عندوش مرض مزمن زي ما بيقول، ولكن هو ما عملش سابقة، هو عمل اشعاعات مقطعية زي ما احنا قلنا، اشعاعات مقطعية باين في ارتشاح او لا. خلاص، ولكن الصبغه دي اللي هتقول لي ايه سبب احتمال كبير جدا جدا يكون عنده جلطات في العين. خلاص، عنده حاجه يعني بيعمل كده، هو في سكر، مشكله، مشاكل تانية في الاوعيه الدمويه في العين. الاوعيه الدمويه ممكن في امراض تانية بتاثر عليها، في التهاب الاوعيه الدمويه، في جلطات، في حاجات كتير قوي قوي قوي. خلاص، اللي هيبينها وهيفرق بينها الاشعه بالصبغه، وده حاجه غريبه ان هو ياخد الحقن دي كلها من غير ما حد يطلب منه اشعه صبغه. الاشعه المقطعيه هتقول لي في ارتشاح او لا. طب ايه السبب؟ واحد زي كده ما عندوش سكر، لازم اعرف السبب. اعرف السبب ازاي؟ عن طريق اشعه بالصبغه. فلازم الاستاذ يعمل اشعه بالصبغه. يعني المره الجايه لما يجي يعمل اشعه هيعمل اشعه مقطعيه واشعه بالصبغه، ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا المفروض طلبت منه من زمان، لان ممكن بعد لو عنده جلطه قديمه ممكن اشعه صبغه جديده تبينها، يعني جلطه قديمه بتبان، بس ممكن برضه بعض الاحيان ما بتبانش. عموما لازم يعمل اشعه بالصبغه واشعه مقطعيه. طيب حاجه ثانيه، طول ما انا عندي ارتشاح انا بحقن يا استاذ ميلاد. طب في عدد معين للحقنات دي؟ لا، مع اختلاف الادويه. يعني احنا في ادويه كتير كلهم كويسين جدا، كل اللي انا بعمله يعني مثلا حقنتك ثلاث حقنات والارتشاح لسه موجود، فبحاول احول على ماده ثانيه، يعني لعل وعسى تبقى تتاثر مع حضرتك، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. ممكن بعد كده بحقن ماده من المواد ديت مع 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 ماده كورتيزون حوالين العين. ما بحبش احقن الكورتيزون داخل العين، وساعات بيحقن داخل العين، بس انا ما بفضلش حقن الكورتيزون داخل العين لان مضاعفات ثانيه كتير. وبعد كده بنشوف، طب احنا اتحسننا وبقينا كويسين واستجبنا، طيب ممكن احتاج تاني؟ اه طبعا، احنا بنتابع معانا حسب الدكتور هيقول لحضرتك، كل شهر او شهرين هتعمل اشعه مقطعيه، وهي دي اللي هتقول محتاجين حقن او لا. مفيش عدد معين للحقن، مفيش حاجه اسمها حقنتين او لا او ثلاثه وهسكت على كده. هو عاده ساعات بنعمل اول ثلاث حقنات ورا بعض، بين كل حقنه حقنه شهر، وبعد كده بتابعك بالاشعه المقطعيه. طول ما فيش ارتشاح انا بحقن، مفيش ارتشاح ما بحقنش. بس نصيحتي لحضرتك ان المره اللي جايه على طول، ولو ده معادها ولو يتسرع منها، تعمل اشعه مقطعيه واشعه بالصبغه وتعرضها عند دكتور العيون بتاع حضرتك او دكتور عيون تاني، هو اللي هيقول لحضرتك ايه المشكله اللي موجوده عندك، عشان عايزين نوصل ايه المشكله، ايه السبب، بحيث لو انت محتاج موضوع الليزر برضه اللي هيحددوا الشعب الصبغه. يعني ما اقدرش اعمل انا ليزر من غير ما اكون عامل لك شعب صبغه. هضرب ليزر على ايه؟ هل عندك مثلا حاجه اسمها مايكرو انوريزم، عندك مشاكل، عندك جلطه في عينيك، في اوعيه دمويه بدات تتكون جديده؟ يعني اشعه الليزر ده ليه يعني حاجات تقول لي امتى اعمله، اللي هيقول لي عليه اشعه صبغه. فالشعب الصبغه بالنسبه لك دي مهمه جدا، وما تعملش ليزر الا لما اكون على شعب الصبغه. هتعمل ليزر صبغه؟ لا ما تعملش.